اليوم الغدا سمك وفطاير سبانخ. بيان من سوريا، من حييكي يا بيان. اف او بس كسكس على السمك. يسعد صباحكم ويسعد صباحك كمان، او صباحك ما عرفت الاسم اذا بنت او صبي. زهرة الصبار، شو علاقتك بالاكل؟ صباحك عسل. ارز مسقي، ارز مسقي من ليبيا. شو علاقتك عمالك شو علاقتك انت بالاكل والاسئله عن الاكل يا خي؟ لا انت شو علاقتك لما اوقات تحاول انك بدك تختم يا خي؟ شو ما بعرف انه يا خي، اسال عن التمثيل، اسال عن التقديم، اسال عن اللبس الحلو، اسال عن اللحيه الحلوه يا خي. واترك لي الاكل لالي. فظيع. سكتني يعني. انت كل شيء اول مره بتحكي جمله كلها مفيده وفيها ولا كلمه غلط. نحن وياكم ورشه ملح مع الشيف اليوم حلاوه الجبن بالحلوم. شوي لي شويه حلوم على الطريق. يلا. احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم لاول فقره اليوم مع الشيف شادي. معنا هلا 3-4 دقائق سريعين مثل العاده، رح نعمل فيهم شغلتين حلوين. اكيد هالشغلتين رح نرجع نشرح عنهم اكثر واكثر بعدين، وبعدين كمان بالفقره المفصله على الساعه 12:24 رح نرجع نحكي كل شيء من جديد ونكتب قدامنا كمان الوصفه. واحدة من الوصفات اليوم هي حلاوة جبنة الحلوم. بتنعمل يعني كتير عالم بيحبوا حلاوة الجبنة بس ما بيعرفوا يعملوها من الأول للآخر، فاختصرت شوي صغيرة بطبق تاني. هالطبق يقدم اليوم مثل المفروكة بس هو معمول من الجبنة، واختاروا جبنة الحلوم لأنه كتير طيبة بس بدنا تحلوها شوي صغيرة. يعني بدنا نبرش الجبنة قبل، بدنا نغسلها وبدنا نعصرها ونجي نعمل نحن هالحلاوة الجبنة. كيف بتنعمل حلاوة جبنة الحلوم؟ واحد، بدنا نعمل شيء اسمه أو مثل القطر بس مش قطر، أوكي؟ يعني من دون الحامض بقلبه. شو بنعمل؟ ناخد كوب واحد من المي مع كوب واحد من السكر، يعني بس شو صار قطر كتير سائل. هالقطر أكيد هلأ رح أنا إشي ولع تحت، ولا في أشخاص بيسموه الشيرة أو شراب السكر مثل ما بدكم، لكل كوب من السكر كوب واحد من المي. هيدا بقلب كسرول أو طنجرة صغيرة لوحدهم، بدهم يغلوا حوالي 5 دقايق وبعدين بدنا نبلش نستعملهم. بالطنجرة الثانية بناخذ ملعقتين كبار من الزبدة، يعني أنا هون هلا هيك تطلع هيدي حوالي ملعقتين كبار من الزبدة، وبنحط عليهم كوب واحد من السميد الناعم او طحين الفرخه، بيكون كمان افضل بهالطريقه هيك. وهلا بعد شوي صغيره انا بولع تحتهم وعلى نار خفيفه بنبلش نخلط من دون ما يغير لون السميد، يعني بس نشوفه خلص صاروا مثل العجينه شوي صغيره هونيك نحن بنعمل بنوقف. وبدنا نضيف عليهم اكيد الجبنه، انا الجبنه عندي اياها لك وينها هون مبروشه محليه، اوكي؟ يعني انا جبت جبنة الحلوم، جينا برشناها، اخذنا منها 250 جرام، غسلناهم، عصرناهم وصاروا كمان موجودين هون، وكل ما تكون مالحة، كل ما لازم تجوا انتم تبرشوها بعد، قصدي نغسلوها بعد اكثر واكثر، حتى بتصير محلية تماما تماما، وراح احطها هون بهالطريقة. وبس ترجعوا لعندي على الساعة 11:40 دقيقة، رح نكفي هالوصفة، ما رح اعمل شيء ورا ظهركم مثل ما بيقولوا، بدنا نشوفها كلها سوا. هيدا واحد. اثنين، بالنسبة لكعك دبس الخروب، في أنواع كتير من الدبس الموجود بالأسواق أو اللي بنعمله ببيوتنا أو موجود عند التعاونيات بكل الأراضي اللبنانية وكمان بكل بلاد العالم. هالدبس نحن اليوم في منه دبس العنب، دبس التمر، دبس التفاح، دبس الخروب. اليوم خلينا نعمل منه كعك. شغله كتير هيني، انا رح اعمل هلا العجينه ورح ارجع اعمل العجينه مره تانية على الساعه 12، برجع بعيد 24 بس نبتدي بالفقره المفصله. كل 2 كوب من الطحين طلعوا كيف، بنحط لهم نص كوب من السكر، كوب ونص من اللوز المشرح او اللوز ممكن يكون كمان مفروم مش كتير ناعم، انا اشتريت اللوز المشرح شرائح، طلعوا كيف هون ها بقلبه. بناخد بيضة وحدة، بيضة وحدة ها مع صفار وبياض مع بعضهم من البيكنج باودر يا شيف شادي بهالطريقة هيك، شوي صغيرة من الفانيلا،
ومنروح على ملعقتين او ثلاث ملاعق او ملعقة او نص او مرات اربع ملاعق من دبس الخروب. ليش؟ حسب نوع دبس الخروب اللي عاملينه شارينه، اذا كنا تنقول تجاري او ان كنا مثلا تنقول عاملينه، اذا كنا عاملينه بالبيت وهيك كمان من الاشخاص الحلوين ومعمول بطريقة جيدة، ملعقتين بيكفوا من دبس الخروب. رح اعمل العجينة هلأ بهالوقت، منروح لعند جوزيف ونتركن على الساعة 11:24، قصدي 11:40. باي. ثانك يو لك شيف، نحن وياكم على غير موجي، وعلى غير موجي اليوم اغاني غير شكل مع جون. شو يعني اغاني غير شكل؟ لانه حبيتهم، انا عرفتهم شو هن. غني كاراوكي انا عادة. بتغني كاراوكي؟ يعني اذا بجيب شي مره ما كانت كاراوكي. نغني سوا. بتغني؟ ما بنغني سوا، انت بتغني، انا صوتي ما بيقطع. بس مش اليوم. مش اليوم، اليوم معلقة الثعلة. اليوم ايه شوي. طب خلص جوزيف انا رح احكي عنك، كمل عالم الصباح. ويندي فظيعة. شاف شو رأيك انا بكمل على عالم الصباح و شو؟ شو رح نسمع؟ يلا، اليوم عن شو رح نحكي؟ عن الأرابيك ديوز، يعني الأغاني العربية اللي في جوز كان فيه بين اثنين فنانين، وهيدا أكيد البارت 1 اليوم. نحن مش بارت 2 يعني، بعدنا مبلشين فيها، وانا بوعدك لانه في كثير ديوز حلوين عم بيصيروا اغاني قديم، فينا نعتبره اغاني جديد، في عندنا كثير ديوز عم بتصير بين الفنانين العرب. اوكي، وبدنا نجرب نغطي قد ما فينا من الاغاني القديم والاغاني الجديد. رح نبلش باول غنية، اتس كليب، رح نحضره مع بعض بلغي كلمة وعيدة. لمين؟ لجورجات سايق ومن الحين بركات. اكيد نحضره مع بعض. بلغي كل مواعيدي مواعيدي، وقت اللي انت بتريدي بتريدي. بلغي كل مواعيدي مواعيدي، وقت اللي انت بتريدي بتريدي. على غيري لو لا تلاقي قالوا لي انك تلاقي، على غيري لو لا تلاقي قالوا لي انك تلاقي. وحياتك بنكر ايدي بنكر، وحياتك. غمر كرمالك بمشي عالجمر، غمريني بعينيك غمر كرمالك بمشي عالجمر. لو كانت دربي بعيدي بعيدي، بعيدي. بلغي كل مواعيدي مواعيدي، وقت اللي انت بتريدي بتريدي. بلغي كل مواعيدي مواعيدي، وقت اللي انت بتريدي بتريدي. وعلى غيري لو نتلمت قالوا لي انك تلمت، وعلى غيري لو نتلمت قالوا لي انك تلمت. وحياتك بنكر ايدي بنكر، وحياتك. يعني اجمل صوتين بالفعل من الفنانين الاصليين. طبعا بحبه لملحم وبحبه كمان لست جورجيت. بس يعني بتلاحظ كيف بعدين يعني هول الاغاني كيف بيصيروا يغير الارتست بالموسيقى تبعه، بيغير بس بيضلوا هالصوت الحلو. يعني والصوت الحلو فينا اكيد نشوفه، ويعني اليوم مثل ما قلت لك عم نجرب نركز اكثر شيء على الاغاني، بدنا نعطي انفو عن اكيد كنا بنعرفه لجورجيت صايغ، وكنا بنعرف من الحين بركات، بدنا نركز اكثر شيء على الموسيقى. حلو هالاحد على بكره توقع عم شرب قهوه هلا تحضر هيك تحضر فيديو تسمع هالاغاني. صحيح، يعني عم نجرب قد ما فينا نرد لو يعني نرد اغاني القديم، واكيد نسمع اغاني جديد رح يقطع معنا. رح نكمل شيرين وتامر حسني، شو رايك عنهم؟ كمان شيرين انا كثير بحبها، وتامر حسني كمان مش عاطل. بس شو هو الديو؟ لو كنت نسيت. اوكي بشوف اذا بعرفها. مش كليب بس ميوزك.
والبيت تبعها كثير حلو اذا بتسمعها يعني. وهيدي بتصور من اللي عادي يعني اللي كمان اللي نشرت شيرين اكثر واكثر. كنت عم فرجيك انا على الكوفر تبع الالبوم لانه مبين عندي بتشوف يعني وقت كنا عم نشوف الصور تبع تامر حسني وتبع شيرين كيف تغيروا كيف صاروا يعني بتحس ناس ثانيين. بس الغنية بتسمعها انت عم تسمعها بتحس انه في بيت مثل غنية عايشه وديو اوقات في عندك اوقات ديوز ما بيزبطوا يعني قد ما يجربوا حتى لو اثنين ارتست كثير منيح كثير مرتبين عنده الفان بيس تبعهم بتحس انه الغنيه مش راكبه هون بتحس صوتين راكبين على بعض. تامر حسني بجنن وشيرين فنانه فنانه بكل الكلمه من معنى اكيد. رح نكمل هلا مع كليب معنا شو رايك بالشاب خالد كمان وجانا حديد؟ لا اليوم كثير فيري نايس تشوف ما كل مره بطلع معك جوزيف بتقول لي انه جاب الاسماء اغاني قديم جاب الاسماء اغاني عربي قلت هالحلقه رح احضرها مشانك اليوم. جانا حديد وشاب خالد عرفتها الاغنيه نحضرها مع بعض يلا. كلهم حلوين هيدي حلوه وهيدي حلوه ايه بس ما رح ما عم يعرفوا هاي وهاي شو ايه ما رح نفضح بلكي ما لحقتهم كلهم اليوم لا تخليهم ما نحن اكيد يعني اذا ما لحقنا اليوم رح نكمل بعد يعني راوند 1 راوند 2 يعني في عنا رح نضلنا مكملين فيهم ما رح بسهل نقطعهم رح نقطع هلا شو اسمها الغنيه جاي جاي عندي احكي ايوه رجا بدر ورانزا جاي عندي حكاية قلك ياها وروح حكاية صغيرة حكاية كبيرة على قلب المجروح أولى أولى دخلك أولى ولا تحزني كتير قلبي صغير بعضه مطير على كلمة بيطير تعمل السلة معنا تعال شالي تعال قرب غالي الحلا غالي يا انت قصيدتنا جاي
بالي وعلى بالي اللي تحكي واسرار. انا برايي يا جوزيف، انا برايي نرجع نعمل فيديو كليب هيدا. ايه معي. انت تمثل انت والشيف شادي. هو رنزة ما بعرف هيك اخذ الدور. رنزة ما بيزبط حدا. رح نكمل بعد انا وقت لاخر غنيه، بعتقد رح نحضر الكليب. كمان رائع كليب. يعني هي تحيه لشحروره اكيد. نسمع الغنيه مع بعض. روح الشحرورة الصبوحة أكيد. هذا بعتقد آخر كليب نعمل مع صباح، يعني آخر شيء صورته ككليب. إيه بعتقد وديوك بتشوف كتير حلو، يعني بتطلع تو جنريشنز حلوة الغنية اتنيناتهم لذيذين كيف حلوة كتير غنية والفكرة حلوة كمان أكيد. جوزيف هيدا كانت حلقتنا اليوم. بعد عنا أغاني رح نقطعهم بارت 2 بارت 3 next week. جاي لعندك أحد الجمال next week بعتقد رح تكون هون إذا رح تكون. Thank you John. ولو جوزيف كانت حلقة كتير حلوة، رح نشوفك بعد شوي بجيل توب. لكن المشاهدين مثل ما قلنا لكم نحن هبة رح تكون معنا على الساعة 11:15 مباشرة من صخرة الروشي. كمان بدي حييها وقول لها كل شيء جاهز عندك، عم بيجي لعندك ناس لتعمل رياضة معك، ووصل الكوتش جوزيف كل شيء بعقد، كل شيء حاضر، جهاد وصل والعالم جهاد. كمان بلشت تصير حدنا معنا. هاي جهاد بونجور بونجور. فإذا نحن بانتظاركم على 11:15. شو الصف يلي رح نشوفه مع جهاد اليوم هبة؟ يلا اول شيء بدي اقول هاي لرشيد ولمحمد انضموا معنا، كمان جنى لينا عمر وسيم. بلشت العالم كمان تيجي لعنا جوزيف لتشارك معنا بصف الرياضه على 11:15 تقريبا. جهاد شو الصف؟ الصف رح يكون ميكس ما بين تايبو ما بين ايروبكس، حنعمل شيء هيك سريع حلو بهالطقس الحلو. ايه يعني بس كان بودنا نعمل اكثر من هيك بس ما في وقت كثير، يمكن ما في وقت كثير ماشي الحال. عاد الوقت حنعمل سبور وحننبسط وحنتحرك كلنا. كمان بدي ارجع جدد واقول من جديد لكل العالم يلي بعدها ببيتها هون قريبه فيها تلحق معكم ربع ساعه، انزلوا كونوا معنا لنعمل رياضه سوا مباشره من الروشه. حلو كثير رياضه على صخره الروشه. هبة انا بعطيكي وقت الشيف شادي كله، قولي له لجهاد اعملوا لنا صفين ثلاثه لانه مش ضروري نطبخ اليوم، فينا نعمل رياضة صحة أكثر ما ننصح. شو رأيك؟ بجاوب تحت الهواء، ما فينا أنا مع الشيف على الهواء. لازم نحن وياكم رح نكون على 11:15 مع هبة بواحد اثنين ثلاثة. بريك قصير ومن بعده بنعود للمتابعة بخصوص الجمال مع جين نصار، خليكم معنا.